أعزائنا المشاهدين، في إطار متابعتنا للعملية الانتخابية اللي صارت البلدية اللي تخص البلديات واللي صارت في المدة الأخيرة، حبينا اليوم باش نقرب لكم أكثر الصورة كما عودناكم كل مرة في مدينة من مدن الساحل. اليوم نزلنا بكم ضيوف في مدينة لمطة، وين باش نلتقي بسيد عادل السنوسي رئيس بلدية لمطة باش نشوفوا معاه لمحة على هذه المدينة المغلى في التاريخ اللي عندها قصيتها تقريبا 8000 مواطن. اليوم باش يكون مسؤول عليهم السيد عادل السنوسي، اللي نقول له اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك، شرفتونا ومرحبا بكم. الله يخليك سي عادل. 8000 مواطن اكيد راهي انتظاراتهم كبيره، اما حبينا نقربوا صوره سي عادل السنوسي من الناس اللي ما تعرف سي عادل السنوسي. من هو سي عادل السنوسي؟ عادل السنوسي 52 سنه، متخرج من المعهد العالي للدراسات التجاريه اللي هي شو سيدي كارتاج، متجوز، بدأت مسيرتي المهنية في القطاع الخاص، وبعدها دخلت في الميدان العمومي، في الميدان العمومي بمؤسسة تعنى بالعقارات والتهيئة والمقاسم والتقاسيم. هذه لمحة بسيطة على عادل السنوسي. مترشح على قائمة الشوق المستقلة، وفزنا بنصف المقاعد المجلس البلدي. ما شاء الله، تقريبا اختصاصك المهني مطلوب برشا برشا اللي عامشي كوننا رئيس بلدية. سي عادل، لو كان تعطينا أهم ورد في قائمتكم من برامج اللي خليت ربما المواطنين وأهالي لمطة يستأنسوا بكم خيرا ويرشحوكم وتفوزوا بالانتخابات. القائمة بتاعي اعتمدت على أشخاص عندهم مصداقية في البلاد، أشخاص عندهم دي بروفيل محترمة، وأشخاص نظاف يدا وعقلا، وقدمنا وعود نجم تتحقق، وعود معناها ماهيش صعيبه وبلوزيبل، وبتضافر المجهودات بتاع الاعضاء كل المستشارين وبتضافر المواطنين، الوعود هذه تنجم تتحقق فاسيلمون. احنا في لمطة عندنا مشكله كبيره تتمثل في محطه التطهير. لمطة ولات بيئه ملوثه، لمطة ولات مالوريزمون معناها مصب اللو ايزي، والمحطة هذه كي تبنات على اساس كاباسيتي معينة وافيك دي نورم معينين. الكاباسيتي هذه بار اكزومبل نقولوا ما تفوتش ثلاثة بلدان، توا ولات الستاسيون هذه تضم تقريبا 8 بلدان، دونك الكاباسيتي بتاعها ما عادش نجم. سي كي في ولات فما تلوث، فما او ايزي يخرج اونيتا بروت، معناها ما يقعش التريتمون بتاعو، وقوع تلوث الهواء، وقوع تلوث البحر، وقوع تلوث الارض، وهذه من اهم الاشياء شكون بها كبلديه لمطه. وبحول الله احنا تو قاعدين ننسقوا مع السلطه المعنيه، بحول الله بريمي في اكتوبر 2018 الشاقه طلب عروض باش المحطه تاع التطهير تولي محطه ضخ بحول الله. ان شاء الله. هذه النقطه الاولى اللي وعدنا بها المواطنين. النقطه الثانيه تتمثل في التهيئة العمرانية. لمطة بلاد صغيرة مزيانة، لكن مثال التهيئة بتاعها صغير ياسر. لمطة أصغر بلدية في ولاية تونس، في الجمهورية التونسية، ولهذا نحاولوا احنا البلان دامناجمون نوظفوه ونخلقوا منه رصيد عقاري لصالح المواطن. لمطة مدينة صغيرة، لكن الميت المربع وصل ب 600,000، مش معقول. لمطة مدينة صغيرة ولات فرابي بار لا زون اركولوجيك، زيد عليها المناطق الفلاحية. دونك يفو تروفي دي سوليسيون باش نخلقوا للمواطن رصيد عقاري باش أي موظف ينجم يشري ونجم يبني في لمطة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، عندنا شاطئ بمدينة لمطة من جراء التلوث، ولا الشاطئ متروك، ومعناها فيه الاوساخ وما عادش صالح للسباحه ولا للصيد. دونك احنا الغايه بتاعنا باش ننسقوا مع السلطه المعنيه، مع لابال الوكاله الوطنيه لحمايه الشريط الساحلي، ووزاره التجهيز والسكان والتنميه الترابيه، باش الشاطئ هذا يقع استغلاله ويقع تهيئته لفائده المواطن اللمطي. نعم، ويرجع متنفس يعني للساده المواطنين. بالضبط، ترجع متنفس ويخلق لنا حتى مواطن شغل. دونك كيف نقولوا احنا دي تيران معناها مسيبين في الشاطئ انكسبلوتابل، احنا نحاولوا بالسلطه اللي ذكرتهم لك ندخلوا في الوحده في الميدان هذا ونحاولوا نهيئوا بحول الله.
سعاد ذكرت قبيلة شوية أنه لمطة تعتبر أصغر تقريبا بلدية في الجمهورية التونسية الكل مقابل 8000 مواطن. 8000 مواطن اليوم تقريبا في المجلس البلدي باش تمثلهم نخب نخب. دونك لو كان تعطينا فكرة على مكونات المجلس هذا البلدي إن شاء الله. المجلس البلدي تكون 12 مقعد، فازت قيمة الشروق المستقلة الرئيس الثاني بستة مقعد، حركة نداء تونس فاز بأربع مقاعد، جبهة الشعبية فاز بمقعد، والنهضة فاز بمقعد. ومن حسن الاختيار كون المجلس البلدي تكون من أعضاء عندهم ثقافة وعلم محترمين، واني معمل عليه ياسر بحول الله ما بعدنا كل ننجحوا للبلاد. نعم يعطيكم الصحة. سعاد لو كان توجهنا كلمة لكل مواطني وأهالي مدينة لمطة. أنا متفائل خير، كما قلت لك المجلس البلدي يخدم بشفافية وبدون محاباة وبالقانون ولا شيء غير القانون. هذاك هو السر باش ننجحوا، وبتضاف الجهود والمجتمع المدني باش نحققوا ألا ما تحققش في قداش نعم بالخمس سنين هذيا بحول الله نحققوا ياسر حوايج لصالح المواطن اللمطي. واحنا رانا كي دخلنا البلدية ما عندناش حتى خلفيات وما عندناش حتى غاية ولا مصحة ضيقة، احنا نحب نخدم المواطن. البلاد هذه اعطتنا ياسر قراراتنا وعلمتنا وشدينا وظائف محترمة في الدولة التونسية، احنا نحب نرجعوا لها معناها شنو اعطتنا، وان شاء الله فما كان خير بحول الله. ربي يقدركم، نجم نتمنى لكم الا التوفيق سي عادل. حبيت نقول كون الاحزاب والقائمات دخلوا الوان مختلفة احزاب مختلفة، لكن توا ما عادش الالوان هذه. اللون الوحيد هو في لمطة هو لون مصلحة لمطة، هو ضربه بتاع لمطة وبالتالي ضربه تونس. دونك الخلفيات السياسية والخلفيات الإيديولوجية الكل هي ما عندهاش أي معنى توا في العمل البلدي. احنا نخدمه ونحكمه القانون وما فماش محاباة وما فماش مراعاة، وبحول الله هي السبيل الوحيد باش نضمنوا ليكليبر بتاعنا وننجحوا في الموضع بتاعنا، وان شاء الله اللي يجي بعدنا يخدم بنفس المنوال ولمصلحه البلاد بحول الله. ما نجمو نقولوا الا ربي ان شاء الله ينجحكم في المسيره اللي قادمين عليها، ونعرفوا راهو التجربه الديمقراطيه هذه صحيح راهي حلوه وباهي، ولكن فما ملفات كبيره برشا برشا يستنوا في المجالس البلديه. ربي ان شاء الله يوفق الجميع، وان شاء الله احنا نعدوكم كساحل تي في، احنا راه باش نزيد نتابعوا انجازاتكم باش نكونوا احنا الصوت القريب، صوت المواطن اللي دائما باش يقارب الحقيقه ويقارب المصلحه العامه. وربي ان شاء الله يوفقكم جميعا. واحنا على ذكر الاعلام احنا نحبوا شنو يتبعنا ونحبوا حتى المجتمع المدني يتبعنا، وذيك من اسباب ولا مسببات النجاح بحول الله. نحب شنو يتبعنا ونحب شكون يقيمنا، تكامل الادوار بحول الله. ربي يخليك يعطيك الصحه. بارك الله فيكم على هذه المتابعه، وان شاء الله يربي لقائنا في بلديه جديده. مرسي.